درسنا في مادة الاجتماعيات اليوم طبعا ما حناخد درس جديد، اليوم مراجعة، بدنا نعمل مراجعة في دروسنا تاعتنا اللي درسناها الثلاثة. درسنا عن وطني، شو كان اسم وطني؟ المملكة العربية السعودية. يعني عليها شو اسم وطني؟ اسم وطني المملكة العربية السعودية. ملكي مملكة لأن نظامها ملكي، والله إنك بطل. وسحب لي الأردن وجودها للأردن. وجودها للأردن. اسمعيني، نعم ملكيا، النظام فيها ملكيا. إذا سميت بالمملكة لأن النظام فيها ملكي. سميت بالمملكة ملكي. سميت بالأردنية لوجودنا. سميت بالأردنية. والله إنك بطل. وسميت بهاشمية لأن الملك من بني هاشم. إذا مملكة الأردنية الهاشمية سميت بمملكة لأنها سميت بأردنية. إذا يا مس ميرا سميت بأردنية ليش؟ لوجود نهر الأردن. لبسي معي، وجود نهر الأردن سميت بالأردنية؟ نهر الأردن. سميت بأردنية. سميت بأردنية. سميت بأردنية يا كرام لوجود الحاشمية. نهر الأردن. اسمعي، لوجود نهر الأردن. أيوة سميت بأردنية لأنه يوجد عندنا نهر الأردن. سميت بهاشمية لأن الملك من بني هاشم. بني هاشم لأن الملك عبد الله الثاني من بني هاشم. سميت بالمملكة لأن النظام الحكم ملكي. لأن النظام الحكم فيها ملكي. تعالي نشوف خريطة الأردن. إحنا درسنا عن خريطة الأردن صح؟ درسنا ولا ما درسنا؟ درسنا. هاي خريطة الأردن، شوفي معي خريطة الأردن هاي. ولو حطينا عليها الخريطة تاعتنا ملونة ما خريطة ملونة. شوفي خريطتي، هاي خريطتي ماشي، هاي خريطة الأردن صح؟ هاي خريطتي. حكينا في بلدان تحيط فيها مجاورة لها. عندي من العالم والله عقبة صح؟ عقبة.
لازم تحفظي معي. ممكن يكون بقالة، ممكن يكون مكتبة. إذا من الخدمات التي تقدمها وطني عندي مراكز صحية تعالج فيها، نعم، وأمنية نروح عليها للأمن، ممكن نطلب من الشرطة ليساعدونا، لازم يكون في عندي شرطة بالبلد. شو كمان؟ في عندي بلديات، مكاتب تبريد، وأيضا مساجد، وفي عندنا مدارس، في عندنا حدائق نروح نترفع فيها، بنوك، في عندي أيضا ألعاب، مكان للألعاب الترفيهية. نيجي نشوف نكمل. هل نحن نحب وطننا؟ إذا أنا أحب عائلتي وأسرتي وأصدقائي، ونحن جميعا نحب وطننا. حكينا الدرس في الفصل الأول عن وحدة النظافة، لما حكينا عن النظافة إنه أنا لازم أنظف وطني وأحافظ يا كرم على وطني، نظافة وطني، لأنه وطني بيتي الثاني. وطني بيتي الثاني، حكينا إنه مدرستي هي بيتي الثاني. نعم، وطني هو البيت الأكبر لإلنا كلنا. لو ما كان عندي وطن ما حيكون عندي بيتي وما حيكون عندي مدرستي، صح؟ إذا أنت ما عندك وطن حيكون عندك بيتي. اسمعني هسه، اسمعني. من المحافظات الموجودة في وطني جرش. في عندي من المحافظات جرش، في عندي البتراء، في عندنا البتراء، عندي البتراء، في نعم هي الخزنة. في عندنا بالامتحان بدي اياكم تركزوا لي على الصور الموجودة عندكم هون. في الامتحان بدي تركزوا لي على الصور الموجودة عندكم اللي هي معالم وطني. معالم وطني، عندنا جرش، عندنا نهر الأردن اللي هي سميت الأردنية على اسمه، عندنا الخزنة في مدينة البتراء، عندي العقبة، وعندي مدينة الحسين الطبي. بدي إياكم تكونوا عارفين مدينة الحسين الطبي حنميزها من سورة مين؟ مريم الله الثاني، موجودة سورته عليه. فأنت لما جبت بالامتحان، أو أنت لما جبت بالامتحان صور من معالم وطني، بدنا نكون عارفين هذول الصور عشان يعرفوا يختارهم. يعني السؤال حيكون مثلا عندكم زي هذا السؤال، انه حط لي صح تحت معالم وطني او الاشياء بتدل على وطني. خريطه الاردن لازم اكون عارف شكلها، لازم اكون عارف انه البتراء بالاردن، لازم اكون عارف ايضا انه انا عارف الجرش هاي البتراء، انه البتراء هاي بوطني. نعم، هل الكعبه المشرفه موجوده في وطني الاردن؟ اذا لما يكون انا جايبك بالامتحان حجيب لكم صور واضحه بالسعوديه، انا بجيب لكم صور واضحه وانت بدك تكوني عارفين طب ايش في من صور الكعب، فكوني عارفين صور الكعب. اقعدي مكاني حتى تعرفكم تكون واضحين. حكينا كمان عن ايش؟ حكينا كمان عن الملك عبد الله. حكينا عن الملك عبد الله، ولكن قبل الملك عبد الله حكينا عن مين؟ سبعة رؤوس. إذا علم وطني شنو؟
ثاني. إذا في عندي سبع رؤوس للمجمع لسورة الفاتحة السبع مثاني. عدد آيات، نعم عدد آيات. ليش أساسا اسم سورة الفاتحة السبع المثاني؟ لأنه عدد آياتها سبع. عدد آياتها سبع. وصورة بسرامة هي بكرة حيكون مش موجود أصلا. يلا نكمل. حليتوا انتوا معنا هاي؟ نعم مع بعض. نعم لو نعم لو نعم 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 حكينا عن الملك وولي العهد، حكينا عن العائلة المالكة، حكينا عن العائلة المالكة أو العائلة الملكية. حكينا في العائلة الملكية عندي الملك وهو الأب. مش في كل عائلة عندنا أب وأم وأفراد الأسرة. وأيوة يعني عليك ملكي الأردن رانيا هي الأم. إذا هاي العائلة، هاي الأب الملك عبد الله الثاني، الأم وهي الملكة رانيا، وعندي أيضا ولي العهد. ولي العهد هو أكبر الأبناء. أنت أكبر ولد عند ماما وبابا. إذا ماما وبابا شو بنادوهم؟ أم مالك، أبو مالك. أنا أكبر واحدة. لا احنا بنسميهم على اسماء الاولاد. انا عندنا اخوي الكبير محمد، ماما وبابا بينسموهم ابو محمد وام محمد. انت اكبر اولاد ماما وبابا صح؟ اذا ماما وبابا حينادوهم ام وسام وابو وسام. شو اسم اخوك الكبير؟ احمد. ماما حيكون اسمها ام احمد وبابا ابو احمد. شو اسم اخوك الكبير؟ جاد. جاد اول ولد عندكم صح؟ إذا حيكون اسم ماما إن جاد. أنا أول إنت الأولى، أنت بنت، ما بنادي اسم البنات، بنادي اسم الولد. لا حيكون اسم بابا اسم الولد. حيكون اسم بابا أبو جاد وماما إم جاد. شو اسم أخوك؟ بس ما انولدتنا أو الإشي أنا بعدين ما عندهم أخ. شو اسم أختك الكبيرة؟ ماريا. إذا ماما اسمها إم ماريا وأبو ماريا لأنه ما عندهم أخ. مثلا حكينا وسام أبو وسام. شو اسم أخوك؟ ما عندك. ما عندك أخ، أنت الوحيدة. إذا ماما اسمها أم ميلا وبابا أبو ميلا. بس عندي أختي الصغيرة. الصغيرة، أنت لأنك كبيرة بنادي اسم الكبير. أنت الكبير بالعيلة ولا في أكبر منك أولاد؟ أكبر مني. مين؟ أختي الوجين صفة رابعة. ما بديش الوجين، ما بدي الوجين، بدي أولاد. في عندك أولاد أكبر منك؟ لا. إذا ماما حيكون اسمها أم محمود وبابا أبو محمود لأنه محمود الكبير. كرم هو الكبير، كرم بالبيت هو الكبير، عنده أخوه جاد الصغير صح؟ وبيبي كيسير وبيبي، بس أنت الكبير. فإذا ماما اسمها أم كرم وبابا أبو كرم. الملك عبد الله الثاني أكبر أولاده الحسين. إذا شو بنادي؟ أبو الحسين. شو بنادي؟ أبو الحسين. لو حكت لك بالامتحان إن الملك الملك الأردن هو أبو الحسين الحر صح؟ إذا جبت لك بالامتحان الملك هو عبد الله الثاني بن حر صح. إذا الملك هو أبو الحسين، الملك أبو الحسين، ولي العهد الحسين، ولي العهد الحسين، ولي العهد الحسين. الملك عبد الله الثاني هو بمثابة الملك عبد الله الثاني بمثابة الأب الحاني للشعب الأردني. مش إحنا شعب أردني اسمنا؟ طبعا عندي أميرة. مش إحنا اسمنا الشعب الأردني؟ إذا إحنا كأنه إحنا أبناء الملك، والملك هو مسؤول عنا. مش بابا بالبيت مسؤول عن بيتكم؟ نعم. مش بابا مسؤول عن بيتكم؟ وإحنا لأنه فينا إحنا شعب أردني ولدينا ملك. الملك هو الأب الحاني للشعب الأردني. بابا عامر صح؟ اسم بابا عامر. وماما هي ولاء. نعم الله يخليك ياهم يا رب. يلا إذا الأب الحاني للشعب الأردني مين؟ الملك عبد الله الثاني. وقدم للأردن خدمات كثير 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 كثير. بيساعد دائما إنه نخلي الأردن دائما في أحسن حال، وخلينا إحنا عايشين بسعادة وبسلامة إن شاء الله. ماشي؟ ماشي. ولي العهد الحسين حكينا فيما بعد اسمه ولي عهد، لأنه حيستلم العهد أو حيستلم الملك، حيكون الملك فيما بعد، بعد ما بعد عمر طويل. يعني الله يحفظ الملك عبد الله الثاني، بعد عمر طويل حيكون هو الملك مكان مين؟ الملك عبد الله الثاني. اتفقنا؟ إذا الملك وولي العهد عارفين صورهم؟ طلع عندي على الصورة هون، وين الملك؟ اللي بالنص. اللي بالنص. ولي العهد مين؟ اللي لابس إيه؟ نظارة.
كرفات الحمراء. إذا عرفنا صوتهم، عرفنا صوتهم. آخر واحد هو أبو الملك عبد الله الثاني، أبوه الحسين رحمه الله. نعم، هذا الملك الحسين رحمه الله توفى وسلم مكانه مين؟ عبد الله الثاني. يعني هذاك الآخر واحد. لا، عبد الله الثاني بالنص. ماشي؟ اتفقنا؟ لازم تكونوا عارفين صورتهم. ماشي؟